بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه المسألة وهي أنه إذا لم يرى الهلال في ليلة العيد فإنهم يصبحون صائمين، يصبحون صائمين. هذه مسألة. والمسألة الثانية هي العمل بشهادة الشهود على إثبات رؤية الهلال. والمسألة الثالثة فيه أن وقت صلاة العيد ينتهي بتوسط الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس، مثل وقت صلاة الظهر، يعني دخول وقت الظهر. المسألة الرابعة أنه إذا لم يثبت العيد إلا بعد زوال الشمس أنهم يؤجلون الصلاة ويصلونها من الغد. نعم. باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار. إذا غم يعني لم يرى، إذا غم يعني لم يرى. نعم. عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، هذا هو الشاهد للباب، لأنهم غم عليهم. وأبو عمير هذا من صغار، وأبو عمير بن أنس بن النضر هذا من صغار الأنصار، ولهذا يروي عن عمومة له من الأنصار أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صائمين. هذا فيه رد على من يقولون يجب العمل بالحساب، وأنه لا يعمل بالحساب وإنما يعمل بالرؤية. نعم. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. نعم، الاعتماد في الاعتماد على الشهادة في الإفطار كالاعتماد عليها في الصوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. نعم، فيه العمل بما عليه المسلمون، فإذا صاموا فإنه يصوم معهم، وإذا أفطروا فإنه يفطر معهم ولا يشذ ويخالف الجماعة، بل يصوم معهم حتى ولو كان رأى الهلال
ولم يعمل برؤيته فإنه يصوم ويفطر مع الناس ولا يشذ عنهم. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي أيضا، وهو لأبي داود وابن ماجه إلا فصل الصوم. نعم، هذا كالذي قبله، أن الفطر أن الصوم يوم تصومون، يعني يوم يصوم المسلمون، والفطر يوم يفطرون، هذا بالنسبة لرمضان. والأضحى يوم يضحون، يعني عيد الإضحى يوم يضحي الناس، ففيه تحريم مخالفة العمل الذي عليه المسلمون، وفيه لزوم الجماعة، في هذا لزوم الجماعة وعدم الشذوذ والمخالفة. نعم. وأن عمل المسلمين حجة، عمل المسلمين حجة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم. باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. نعم، الحث على الذكر والطاعة بأنواعها في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، هي الأيام المعلومات. وذكر الله يشمل جميع أنواع العبادات، من تكبير وتهليل وصيام هذه الأيام وأما الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام تشريق، وهي كذلك أيام ذكر لله بالتكبير. نعم. باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. نعم، وهذا فيه فضل أي العمل بجميع أنواعه في أيام العشر، من صيام وذكر لله عز وجل، وقيام هذه الليالي، قيام لياليها، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. وأنه أفضل الأعمال العمل في هذه الأيام، يعني الأعمال التطوعية، حتى إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. مع فضل الجهاد في سبيل الله، العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا من استشهد في سبيل الله فالشهادة أفضل. هذا يحث على العمل في أيام عشر ذي الحجة، وأنه أحب إلى الله عز وجل، يعني أن الله يحب هذا العمل ويثيب عليه أفضل الثواب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. نعم، الذكر عام ويشمل الذكر باللسان ويشمل الذكر بالفعل والعمل، ونص في هذا الحديث على التكبير والتهليل في أيام عشر ذي الحجة. نعم. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا ما يختص بأيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق، سميت بذلك لأنهم يشرقون فيها اللحوم، يعني ينشرونها في الشمس في منى، يشرقون فيها اللحوم، لحوم الهدي ينشرونها في الشمس لتجف، فسميت أيام التشريق. وذكر الله في هذه الأيام يشمل الذكر القولي بالتكبير، ويشمل الذكر العملي برمي الجمار، ويشمل المبيت في منى للحجاج، كل هذا يدخل في ذكر الله عز وجل في أيام التشريق. نعم. وكذلك الذبح الهدي في هذه الأيام، هدي التمتع وهدي القران في هذه الأيام، وهي أيام عيد يحرم الصوم فيها، يحرم صومها لأنها أيام عيد، إلا لمن لم يجد الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عن أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، فمن لم يجد الهدي فالله جل وعلا يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعت. فإذا لم يتيسر له صيامها قبل العيد فإنه يصومها في أيام التشريق، هذه الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما في غير ذلك فيحرم صيامها لأنها أيام أكل وشرب، يعني فلا تصام، وذكر لله بأنواع العبادات. نعم. قال البخاري: وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر هذه الأيام المعلومات أنها أيام العشر، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا هكذا رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم. قال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. نعم. والتكبير في أيام التشريق يكون للحجاج ولغيرهم. كان أبو ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق يعني في المدينة يكبران ويكبر الناس تكبيرهما، يقتدون بهما، فهما رضي الله عنهما يريدان أن يذكر الناس بالتكبير في الأسواق. هذا في لغير الحجاج. أما للحجاج فكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى بالتكبير. نعم. فدل على أن أيام التشريق أيام تكبير للحجاج ولغيرهم، وأنه ينبغي للمسلم أن يظهر ذلك، يرفع صوته حتى يسمعه الناس فيكون قدوة حسنة لهم. نعم. كتاب صلاة الخوف. صلاة الخوف، الخوف ضد الأمن، المراد به الخوف من العدو. الصلاة لا تسقط لا في حالة الصحة ولا في حالة المرض ولا في حالة الأمن ولا في حالة الخوف ولا في حالة المرض، بل يصلي المسلم على حسب استطاعته ولا يترك الصلاة. صلاة الخوف أي الخوف من العدو، فإن الله جل وعلا شرع للخوف الصلاة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يقوم ويصلي بالجميع، الصف المقدم والصف المؤخر، يجعل الصحابة على قسمين: قسم في المقدمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم في المؤخرة، فيكبر بالجميع تكبيرة الإحرام ويرقبون العدو كلهم، ينظرون لتحركاته، فإذا ويركعون معه كلهم وهم يرقبون العدو، فإذا سجد سجد الصف المقدم، سجد الصف المقدم وبقي المؤخر ينتظر للحراسة، فإذا قام الإمام والصف المقدم سجد الصف المؤخر، سجد الصف المؤخر، وصار الصف المقدم يحرس العدو ويصلي ثم يسلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهو المذكور في الآية: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا
من ورائكم. أما إذا كان العدو في الجهة الأخرى وهي الوجه الثاني، يسمونها الوجه الثاني، العدو في غير القبلة، فإن الإمام يقسمهم على قسمين، يكبر بطائفة منهم ويصلي بها الركعة الأولى، صلي بها الركعة الأولى، فإذا صلى الركعة الأولى أتموا لأنفسهم وسلموا، الركعة الثانية أتموها وسلموا، ثم ذهبوا في موقف الحراسة وجاءت الطائفة التي كانت تحرس وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. إذا قام الرسول إلى الركعة الثانية ثبت واقفا حتى تأتي الطائفة، حتى تكمل الطائفة التي خلفه صلاتها، ثم تذهب إلى موطن الحراسة، ثم تأتي الطائفة الحارسة وتقوم معه فيصلي بهم الركعة الباقية. فإذا قام من السجود ثبت جالسا حتى تكمل لنفسها الركعة الثانية، ثم يسلم بهم، يسلم بهم. وهذا من العدل، كل طائفة أدركت ركعة معه وتمت لنفسها. الأولى حصلت معه على تكبيرة الإحرام، والثانية حصلت معه على التسليم. هذا من العدل بين أصحابه. نعم. كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها، عن صالح. قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، كلها جائزة صفات بثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك على حسب الأحوال. نعم. باب الأنواع المروية في صفتها، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. نعم. صالح بن خوات هذا من التابعين، وأبوه خوات بن جبير، وهذا صحابي، فهو يروي عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم في غزوة ذات الرقاع. وذات الرقاع غزوة من قبل نجد، غزى النبي صلى الله عليه وسلم بني غطفان قبل نجد، سميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم نقبت أقدامهم من الحفا والحصى والشوك، فلفوا الرقاع على أقدامهم، سميت ذات الرقاع لأنهم لفوا على أقدامهم الرقاع. نعم. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. هذا في إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. فصلى بالتي معه ركعة، ثم نعم. ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو. أتموا لأنفسهم وسلموا، ثم انصرفوا إلى موطن الحراسة. نعم. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. نعم. ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فسلم بهم، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. كل طائفة أدركت معه ركعة، والأولى
حظيت بتكبيرة الإحرام، والثانية حظيت بالتسليم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخوف شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. لأن المشركين قالوا: انتظروا بهم حتى يدخلوا في الصلاة ثم انقضوا عليهم، فإن لهم صلاة يدخلون فيها لا يتركونها أبدا. فنزل جبريل عليه السلام من عند الله بصلاة الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما أمره الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام. فتعجبوا من هذا، تعجب المشركون من هذا النظام الدقيق. نعم. وفي رواية أخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أحمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره لأنه يوافق الآية. نعم. وفي رواية أخرى للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفة. نعم. نوع آخر: وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. نعم. الأولين والآخرين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم كلهم، هذه صفة من صفات صلاة الخوف. والصفة الثانية كما الصفة الأولى هي التي مرت في حديث صالح بن خوات. نعم. نوع آخر: وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا. نعم. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. نعم. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود في الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. نعم. هذا الصفة. نعم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي وقال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. صلى صلاة الخوف مرتين، هذه الصفة يعني، مرة بأرض عسفان. عسفان شمال مكة على طريق المدينة،
والمرة الثانية بأرض بني سليم. نعم، غزوة ثانية يعني. نعم. نوع آخر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. هذه الصفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فتكون أربعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل طائفة ركعتان، وهذه صفة جائزة أيضا. نعم. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. نعم، الصفة التي قبلها لم يسلم بين الأربع، وإنما صلىها أربعا متواصلة هو بالنسبة له، وهذه الصفة أنه سلم من الأولى الركعتين الأوليين، ثم كبر في الركعتين الثانية الأخيرتين، كل قوم يصلون معه ركعتين. تكون الفريضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الأولى، وأما الثانية فهي نافلة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا، وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وكذلك رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نوع آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا وركع ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذه فيها أنهم صلى أن الطائفة الحارسة صلت وجاه العدو والقبلة خلف ظهورهم، ذلك لأجل الحراسة، لأجل الحراسة، وأنه كمل بالطائفة الأولى ثم تقدمت الطائفة المتأخرة وصلى بهم أيضا عليه الصلاة والسلام، كل طائفة صلى بها ركعتين. نعم. نوع آخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو،
فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك وهم في الصلاة، انصرفوا وهم في الصلاة، نعم. ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، رواه النسائي. نعم، هذا فيه أن صلاة الخوف ركعة واحدة، لكن هذا مجمل والله أعلم، والذي يعني تؤكده الأحاديث أنهم يصلون مع النبي الركعة ثم يكملون لأنفسهم الركعة الثانية، نعم، وإلا ظاهر هذا أنها ركعة واحدة، وهي من صفات صلاة الخوف أيضا، نعم. وعن ثعلبة ابن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي، ورواه النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. هذا يؤيد الحديث الذي قبله أن صلاة الخوف ركعة، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا مثل الحديثين اللذين قبله أن صلاة الخوف ركعة واحدة، الله أعلم، نعم. باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء. طيب، كم هذه من صفة الآن؟ ست صفات، نعم، كلها جائزة، نعم. باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء الذي سبق إذا كان الخوف غير شديد، أما إذا كان الخوف شديدا، الله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا، يعني ماشين أو ركبانا، إذا اشتد الخوف صلوها رجالا أو ركبانا على حسب حالهم، وهم هاربون من العدو إلى حيث توجهوا، إلى حيث توجهوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هذا في شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، نعم. باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ نعم، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ تأخيرها عن وقتها يعني، أو تصلى في وقتها بالإيماء على ما يستطيع المسلم، نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، رواه ابن ماجه. كما في الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا إذا اشتد الخوف وكان المسلم هاربا من العدو، لأنه لو وقف يصلي لأدركه العدو، فهو يصليها وهو هارب راكبا أو ماشيا إلى أي جهة توجه، ويسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحالة، هذا كله مما يدل على أكدية الصلاة وأنها لا تسقط بحال، نعم، حتى في شدة الخوف لا تسقط، أن يصليها على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نعم. وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هو يجمع يعني الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ابتدره وأرسل من يقتله كفا لشره. نعم، فالشاهد من هذا أن هذا الصحابي صلى بالإيماء وهو يمشي نحو هذا العدو حتى يدركه ولا يفوته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. نعم، هذا ما في الترجمة، هل يصليها في وقتها أو حتى لو خرج الوقت يؤخرها عن وقتها. حديث غزوة الأحزاب، غزوة بني قريظة، لما تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يغزون المدينة، وهي غزوة الخندق، جاءوا يغزون المدينة، حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فنفع الله بهذا الخندق ولم تتجاوزه الخيل. لما وقفوا عليه قالوا: هذه مكيدة ما كانت تعرفها العرب، فكف الله شرهم بسبب هذا الخندق الذي حفره الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقال: إنا كنا إذا حاصرنا العدو، يعني في فارس، كنا نحفر الخندق. لما جاء الأحزاب انضم إليهم اليهود بنو قريظة، انضموا إليهم وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عن المدينة، لكنهم انضموا إلى المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هزم الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح التي كفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وحصبتهم وأصابهم الرعب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم خارج المدينة ومن أسفل منكم من داخل المدينة وهم اليهود، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالمنافقون هذه مقالتهم، واليهود خانوا، والعدو قد أحاط بالمدينة أزمة شديدة، ثم فرجها الله سبحانه وتعالى بأن أرسل هذه الريح على الأحزاب وألقى في قلوبهم الرعب فقفلوا راجعين. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بأن لا يضعوا سلاحهم حتى يخرجوا إلى بني قريظة الذين انضموا إلى الأحزاب، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا مسرعين وحضرت صلاة العصر وهم في الطريق. بعضهم يعني اجتهدوا فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قصده الحث على العجلة، ولكن لا نترك الصلاة في وقت، نصليها ونحن في الطريق ذاهبين إلى بني قريظة. البعض الآخر حملوا الحديث على ظاهره، قالوا: لا، ما نصلي حتى نصل إلى بني قريظة ولو خرج الوقت. فهذه غزوة بني قريظة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت. نعم. فصلوا دون بني قريظة، يعني في الطريق. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: اجتهاد، يعني هذا فيه مشروعية الاجتهاد في فهم النصوص، وأن المجتهد يعمل باجتهاده وما وصل إليه اجتهاده. نعم. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. فدل على جواز الاجتهاد الذي يتحمله النص أو يحتمله النص. نعم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. نعم. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال على ظاهر الحديث. نعم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقالوا: ما هو قصد الرسول إنما نصلي إلا إذا وصلنا بعد خروج الوقت، وإنما قصده المبادرة. نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، رواه البخاري. اي نعم، لم يعنف واحد من الفريقين اللي صلوا في الطريق، لأن لهم ما أخذ من الدليل، والذين أخروا الصلاة إلى الوصول إلى بني قريظة لأن لهم ما أخذ من الدليل. نعم. أبواب صلاة الكسوف. وانتهى الأمر لو حاصروا بني قريظة في حصونهم، حاصروهم حتى طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وجيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم ونساءهم، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وقال: لقد حكمت بحكم الله عز وجل. فقتلوا كل المقاتلين من بني قريظة، كل من أنبت فإنه يقتل لأنه من الرجال، وكل من لم ينبت فإنه يترك من الذرية ويسبون. وهذا في قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني بني قريظة، من صياصيهم يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. أرضا لم تطعوها لخيبر، كانت بعد غزوة الأحزاب. نعم. أبواب صلاة الكسوف. أبواب صلاة الكسوف. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول في متن الزاد: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصيام. يقول: ألا يخالف هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون؟ لزمه الصيام، إيه؟ هذا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صام الناس فإنه يصوم معهم ولو كان هو رأى الهلال، والناس ما صاموا هذا اليوم لا يصوم وحده، فإنما يصوم مع الناس حتى يكملوا شعبان 30 يوما، يصوم معهم إذا صام. وإذا رأى الهلال في النهاية ولم يعمل بقوله، إنه أيضا يصوم مع الناس ولا يخالف ويظهر الشذوذ والمخالفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مع تطور الأسلحة، من رأى هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يعني صام مع الناس ولا يعمل برؤيته في الدخول والخروج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مع تطور الأسلحة كيف تكون صلاة الخوف، خصوصا أن الجند إذا اجتمعوا في مكان واحد يكون الأمر خطرا عليهم؟ كيف؟ يقول: مع تطور الأسلحة كيف يكون أداء صلاة الخوف، خصوصا أن الجند إذا اجتمعوا في مكان واحد في حال المعركة يكون الأمر فيه خطر عليهم؟ يصلون على حسب حالهم وحسب مصلحة الحرب، جماعة أو فرادى. نعم. فضيلة الشيخ، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا، يقول: في بلدنا أكثر المسلمين يصلون العيد عن طريق التقويم، الاعتماد على التقويم لا على الرؤية، فهل نفطر معهم ونصلي العيد ذاك اليوم؟ اي نعم، صوموا مع المسلمين ولا تخالفوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا لا يفطر جميع المسلمين لرؤية بلد آخر، وإنما يفطرون إذا رأوه في بلدهم فقط؟ اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، لأن المطالع تختلف، كل قوم يعملون برؤيتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تكبيرات التشريق التي في أيام التشريق تكون لغير الحجاج، وهل تقدم على أذكار الصلاة؟ الحجاج، التكبير على قسمين: مطلق ومقيد. المطلق هذا في كل وقت للحجاج وغيرهم، يكبر ويلبي ويكبر، يجمع بين الأمرين. وأما المقيد في أدبار الصلوات فهذا بالنسبة لغير الحجاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحجاج يبدأ من صلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، يبدأ من الظهر يوم النحر، صلاة الظهر يوم النحر، هذا بالنسبة للحجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا، لأن الحجاج قبل ذلك مشغولون بالتلبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا، يقول السنغال وهي بلد مسلم، يقول: كل عام يحصل خلاف في الخروج وفي دخول رمضان، وقد حصل عندنا في هذا العام 4 أعياد في بلدنا، نحن مستقيمون على السنة، لكن لا يجوز هذا لا يجوز. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لا يجوز الانقسام، صوموا مع الناس، اللي تأمر به الدولة تمشون عليه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل لنا أن ننهي هذا الخلاف
بأن نفطر ونصوم مع السعودية؟ لا، صوموا مع جماعتكم. إذا صام جماعتكم وأعلنت الحكومة ذلك صوموا، إذا أعلنت الحكومة الإفطار أفطروا، ولا يحصل بينكم انقسام وشقاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في يوم العيد وقبل صلاة العيد، هل يجوز أن يأخذ رجل اللاقط، لاقط الصوت، ثم يكبر به والناس يكبرون بتكبيره قبل مجيء الإمام؟ لا، هذا مصلى العيد ما يجوز أنك تأخذ الميكروفون وتكبر. كبر أنت بنفسك واللي بجنبك يكبر، والثاني، ثم يحصل التكبير من الجميع. أما أنك تمشي في طريق أو في سوق ومعك مكبر يدوي، ما في بأس أنك تكبر، ولأجل الناس يسمعون وتكبرون تذكرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في تكبير الناس بتكبير ابن عمر وأبي هريرة؟ هل في تكبير الناس بتكبير ابن عمر وأبي هريرة وعمر، هل فيه دليل على مشروعية الذكر الجماعي؟ لا، ما هو جماعي هذا، كل يكبر بنفسه، ما قال أنهم يكبرون جماعيا، الذكر الجماعي بدعة هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة دليل يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أيام عشر ذي الحجة؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث، ولكن حديث أسمع أظن في نفس الكتاب هذا المنتقى، وأنه كان يصومه العشر. وأيضا الصوم داخل في العمل الصالح، ما من أيام من العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر يدخل فيها الصيام عمل، لأن الصيام عمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين ينكرون صيام عشر ذي الحجة هؤلاء مخطئون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أصوم يوما وأفطر يوما، هل يجوز؟ صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمشروعية صيام عشر ذي الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أصوم يوما وأفطر يوما، فهل يجوز لي أن أصوم أيام العشر كاملة؟ نعم، أيام العشر تصومها كاملة، لأن لها خاصية، وإذا خرجت العشر تصوم على عادتك يوم وتفطر يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلاة الخوف هل تصلى كاملة أو تقصر فتكون ركعتين سواء حال الإقامة أو السفر؟ في حال السفر، صلاة الخوف في حال السفر تصلى ركعتين، لأن السفر تقصر فيه الصلاة. أما في حالة الحضر، إذا حصل الخوف في الحضر، فتخفف الصفة ولا يخفف العدد، صلى كاملة لكن تخفف الصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصلاة الخوف إذا كانت الصلاة ركعتين، يقول: فماذا عن صلاة المغرب، كيف تصلى؟ هل يصلي بهم ركعتين فريقا؟ المغرب وتر النهار، ما تقصر، تصلى كما هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر عند بعض عامة الناس أنهم يصومون في ثاني أيام عيد الفطر بداية لصيام الست من شوال. يقول: انتشر عند بعض العامة أنهم يصومون ثاني أيام العيد، عيد الفطر، بداية لصيام الست من شوال. لا بأس في هذا،
عيد الفطر يحرم صوم يوم العيد فقط، صوم يوم العيد، وما بعده من شوال يصام. تبدأ الست من شوال في ثاني أيام الشهر. نعم. ثم يقول حفظك الله: ويسمونه يوم النشر، فهل ورد فيه فضل هذا اليوم؟ المبادرة وراءها المبادرة بالعمل الصالح، وأما تسميته يوم النشر هذا من العوام، ما أعرف له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يعلم الناس بدخول العيد إلا بعد الزوال، فهل يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني؟ إيه نعم، أمرهم أن يخرجوا غدا لعيدهم، أن يفطروا ويخرجوا غدا لعيدهم، يعني لصلاة العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن عمل المسلمين حجة، يقول: ويوجد في بعض بلدان معظم المسلمين يوجد فيها عمل بالبدع والمحدثات، فكيف عمل المسلمين؟ أهل السنة، يعني أهل السنة والجماعة، أما المبتدعة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما القول الراجح في أشهر الحج؟ هل هي عشر ذي الحجة كاملة، أو هل عشر ذي الحجة كاملة من الأشهر، أم فقط العشر؟ يقول ما القول الراجح في أشهر الحج؟ هل هي ذي الحجة كاملا أم العشر فقط؟ العشر فقط، لأن الحج ينتهي، الحج ينتهي في اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، فيه أنساك الحج تؤدى يوم العيد. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن أخرج إلى الأسواق وأفعل كفعل أبي هريرة وابن عمر، أنا ومجموعة من زملائي نتعاون على نشر هذه السنة؟ طيب، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصلاة الخوف، بالنسبة لصلاة الخوف، نعم، هل يسقط شرط استقبال القبلة؟ إذا لم يستطع، نعم يسقط. هنا إذا تطلب الأمر أنه يصلي تجاه العدو فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يدل عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة، هل يدل على أن كل مجتهد مصيب؟ نعم، كل مجتهد موافق للدليل، أما إذا كان اجتهاده مخالف للدليل فليس مصيبا، لكنه معذور، مخطئ معذور. لكن قضية بني قريظة كلهم مصيبون، لأن كل واحد له احتمال من الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأنه يسن الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ تخصيصها لا، أما أنه يعتكف، الاعتكاف مطلق، كل السنة قابلة للاعتكاف، لكن يخصص عشر ذي الحجة ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة التفاضل؟ ما هو الأفضل، العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة؟ قالوا: ليالي العشر من رمضان أفضل من أيام عشر ذي الحجة الليالي، والعكس، عشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر من رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا ونظرا للغلاء في الأضاحي وضعف دخل الإنسان، تقوم بعض الجهات الحكومية وغيرها ببيع الأضاحي للموظفين عن طريق التقسيط، يقول: هل هذا الفعل جائز شرعا، وهل هو صحيح؟ نعم. طيب، التقسيط طيب،
والأضحية شعيرة عظيمة، مهما أمكنك أنك تعملها اعملها. نعم، شريتها بالعاجل وسلمت ثمنها، أو اشتريتها بالآجل تقسيط مثلا من الحكومة وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى أنهم قالوا لو استدان وضحى أفضل منه يترك الأضحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالتحزب الذي ينهى عنه العلماء ويحذرون منه، وما الفرق بينه وبين الاجتماع الذي أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ التحزب هو التفرق إلى جماعات. الله أمرنا أن نكون جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولزوم الجماعة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. وأما التحزب فلا يجوز، جل وعلا: وتقطع أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال وإن هذه، وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فلا يجوز التقطع والتحزب، المؤمنون جماعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تعدى الميقات وهو قد لبس ملابس، وهو لم يلبس ملابس الإحرام وقد نوى الحج، فما الواجب عليه؟ إيش؟ يقول: من تعدى الميقات وقد نوى الحج لكنه لم يلبس ملابس نوى الحج ولا نوى الإحرام؟ الحج ماشي ناويه يوم يطلع من بلده من بيته، لكن هل نوى الإحرام دخول في النسك؟ يكون قد أحرم ولو لم يلبس ملابس الإحرام، يلبس المخيط قدر الضرورة ثم ينزعه ويستبدله بملابس الإحرام إذا تمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحج لمن عليه دين ويرجو قضاءه، إذا كان إنما يحج في حملة مجانية؟ حملة مجانية؟ نعم. حسار ما هم منفق شيء ولكن ينفق عليهم، لا بس. طيب، ولو كان عليه دين، إنما ما يحج من ماله عليه دين، يقدم وفاء الدين قبل إذا كان المال ما يتسع للحج والدين. أما إذا كان المال عنده متسع يحج منه ويسدد الدين فلا مانع. نعم. أو إن أحد تبرع له ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أيضا يقول: أخي لم يحج لعدم مقدرته المالية، فدفعت عنه مبلغ الحج وأخبرته بأنه متى ما تيسر له قضاء هذا المال فليعده لي دون إلزام بمدة معينة، يقول: هل هذا الفعل مشروع وصحيح؟ طيب، لا بس. إذا أعطيته نفقة الحج وحسبتها عليه إذا أيسر يسددها ما في مانع، لكن هو ما يلزمه القبول، لأن هذا فيه منه، ما يلزمه القبول، وإذا قبل جاز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حجت متمتعة مع زوجها وهما من سكان مكة، وقبل طواف الإفاضة حاضت، فذهبت وأدت السعي، ثم بعد الظهر أدت طواف الإفاضة، فهل فعلها هذا صحيح؟ إذا كانت، نعم، شغول. امرأة حجت متمتعة مع زوجها وهما من سكان مكة، وقبل طواف الإفاضة حاضت، فذهبت وأدت السعي، ثم بعد الظهر أدت طواف الإفاضة، فهل فعلها هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأن الطواف لا يكون إلا، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف،
بعد طواف مشروع. أما أن تقدمه وهي ما طافت الطواف المشروع فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يجوز التلفظ بالنية سواء كان في الصلاة أو في غيرها قياسا على الحج، ويقولون هو مذهب الإمام الشافعي، فما القول في ذلك؟ هذا كذب على الشافعي، هذا كذب على الشافعي، ما قاله. ولا يجوز التلفظ بالنية إلا، ولو بالإحرام ما يتلفظ بالنية، ما يقول اللهم إني نويت، ما ورد هذا، إنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، فيذكر النسك فقط في التلبية، ما قال نويت كذا، ما ورد هذا لا في الحج ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول والدي مريض، ويقول الأطباء إنه لا يرجى برؤه، يقول أنا أدرس في الجامعة وإخواني يقومون به أحسن قيام، هل أكون قاطعا للرحم إذا كنت سأذهب للدراسة بالجامعة ولا أذهب إليه، أم تنصحوني بترك الجامعة والجلوس عنده؟ ما دام عنده من إخوانك من يقوم بشؤونه ويخدمه فلا بأس أن تطلب العلم، ولكن تستأذنه، أطيب لخاطره وأحسن، تستأذنه في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم إرسال سورة الملك مكتوبة كاملة كل ليلة إلى مجموعة من النساء يلتزمن بقراءتها كل ليلة ويداومن على ذلك؟ ما ورد هذا، هذه الصفة ما وردت، إذا يسر الله لك أن تقرأها، وأما الناس ما تعمم عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر بين بعض النساء أنهن يضعن طلاء للأظافر، وقد تتوضأ إحداهن والطلاء على أظافرها، فهل يجوز ذلك وهل يصح الوضوء؟ إذا كان هذا الطلاء يتجمد ويمنع الماء ما يصل إلى الظفر فلا يصح وضوءها، لأن بعض أعضائها لم يصل إليه الماء. أما إذا كان هذا الطلاء مجرد صبغ ولا يمنع مثل الحنة ولا يمنع وصول الماء إلى الظفر فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة إذا دخل الرجل بيته أن يصلي ركعتين؟ والله ما أعرف شيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين توكلت على الله ثم عليك وبين قوله استعنت بالله ثم بك؟ توكل هذا عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهذا اللفظ خاص بالله عز وجل. أما الاستعانة، الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. الاستعانة أوسع من التوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإمام يجلس جلسة التورك في التشهد الأخير في التشهد في صلاة الفجر، فهل يجوز للمأموم أن يجلس جلسة الافتراش؟ لا، الإمام قد يكون معذور، قد يكون فعل هذا لعذر، فلا تتابعه في هذا، أن تجلس مفترشا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي عامل النظافة أعطيه مالا ليعمل لي عملا خاصا؟ لا، هذا يفسده على الآخرين ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي غير متحجبة؟ إذا كان ما عندها أحد ما في مانع، ما في مانع. إذا كان ما عندها رجال غير محارم فلا مانع أن تقرأ القرآن وهي كاشفة لرأسها وكاشفة لوجهها، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تقبيل بعض المتشددات يحتجبن ويقول عن الملائكة، الملائكة نحتجب منهم، هذا ما ورد هذا، وهذا تكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تقبيل رأس القواعد من النساء الأجنبيات؟ لا بالكلام فقط، تسلم عليها بالكلام ولا تقبلها ولا تصافحها ولا. ثم يقول حفظك الله: وما السن التي تكون فيه المرأة حينئذ من القواعد؟ التي لا يرجون نكاحا، هذا ما يرغب فيها الرجال، وهن ما يرغبن الرجال التي لا يرجون نكاحا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.